موزيك اف ام تبع الموجة. تسألوا برشا على أخبار الحفلة نتاع نانسي عجرم اللي في بنزرت اللي وقع تأجيلها، وقع تأجيلها والخبر الرسمي سمعتوه البارح على موزاي كفام الآخر الوقت معناتها وقع اتخاذ القرار هذا حسب إدارة أعمال الفنانة نانسي عجرم وحسب إدارة مهرجان بنزرت أنه سوء الأعوام الجوية وسوء الوضع السياسي في تونس وفي لبنان والتخوفات زادة كيف الكبيرة الكل خلت إدارة مهرجان بنزرت الدولي تاخذ قرار بتأجيل حفل نانسي عجرم في بنزرت، والمشاورات جارية لتحديد الموعد الجديد. نمشي إلى جديد الفنان التونسي أحمد الماجري. أحمد مرحبا بك على موزايكا فهم. عايش كادي، مرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا بك ولد الدار. دونك حس في روحي على الكورنيش بالحق. مرحبا مرحبا. ولو أنه تقصد دايبر خلينا نربط ديما كالعادة الحكم بسجن ولد الكانس كلابي بيجي مدة سنة وتسعة أشهر، كيفاش تتفاعل معه؟ أنا سندته ومشيت مرتين ثلاثة قدام محكمة ونحس أنه هو طفل صغير ربما 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 معبوث به، خاطر مش شو معناتها معبوث به؟ معناتها علاش تساند في إنسان معبوث به؟ لا معناتها وشكون يعبث به؟ كان مش ناس وراه راهو فكره راهو عقله راهو مخه، خاطر أنا كي كنت عمري 20 سنة ماذا بيا معناتها قدامي حيط نطيحه، لكن توا أنا نقول سامحني هو توا تشد في الحبس وقفت معها البلاد كلها وحكيوا عليه حتى الفرنسيس وقالوا إجا ورق عمل وراق البرة، أنت كي خرجت مفروض تعمل موزيكا وتعمل كرياسيون ما تمشيش تعاود تسب البوليسية اللي سامحني صار ما صار في البلاد. المحامي سي غازي مرابط قالك هذه حرية تعبير وتعبير فني. لا لا هذا أنا عندي موقف كبير برشا من واحد يضرب الوزير بعظمة والآخر، هذا نسميه أنا تبوريب، نسميه فونداليزم، نسميه سامحني كما قال من كاميرا قلة تحية هذه البلاد هذه راهي سامحني ماستا لاست على شنو معناتها سنة با سونس. ما تحسش انه صوتك نشاز اليوم في الوسط الفني؟ لانه هاني نقرا اليوم في صريح توفيق الغربي بيضة نصر الدين عبرت عن موقف كامل. شكون هذا توفيق الغربي؟ ممثل هو ديما يذم في العبيد، هو قال هو مازلت نحب التجمع معناتها في 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 خيل وهو مازال لا معناتها هذيك قضيه اخرى أي. لكن اليوم برشا فنانين جمال مداني مثلا يا هادي علي ما يعملوش ابداع تو سامحني، انا قلت البارح قاعد معاون امن ومعلق والله العظيم نبعث له تحيه تعرف قال لي قبل تقولوا خايفين من الزين ومن النظام الزين هم شيء، وين الابداع؟ وين الموسيقى؟ وين الابداع؟ وينك انت؟ انا هاني موجود. وينك انت؟ وين الابداع؟ وين موسيقتك؟ انا هاني رجعتك بجديد ما تعرف انا كان ميل نهار الكل معناتها انا على ذكر البيضه نتاع وزير الثقافه، هل صحيح انك باش تعمل اغنيه تساند فيها وزير الثقافه؟ نساند الراجل هذاك على خاطره دكتور. هل صحيح انك باش تعمل اغنيه للمساند؟ لا للمساند الموقف انا نساند مش خاطر هو استقبلني في البيرو نتاعو، خلينا نجاوبك بالمراحل. عندكم فن ما تجاوبوش فيه على السؤال. لا هوبش نجاوبك، انا حبيت نعمل اغنيه ريتش فما لوجو تو يحوس في تونس يقول لا ولاء الا لتونس لا ولاء. انا الاغنيه هذيك خدمتها قاعد نخدم فيها وباش نعمل بها سوربريز كبيره باش نحي كل الشيء اللي كان على كتافي خاطر حبيت نخدم له. شنو تحب تقول نصر الدين السهيلي؟ نقول له خاطر نصر الدين انا على لسان السيد وزير الثقافه قال لي كان يكتب حاجه يقول نعتذر انا مسامحه، لكن وصلوه العباد حتى البوليسي اللي بحثوه كلموني، لكن هو شاد صحيح معناتها انك ضربت انا في فرنسا يضربوا بالجاتو، لكن هذيك فرنسيس معناتها عندهم توريفال وعندهم اللي طلعوا للواحد للقمره، نحن مازلنا وحنا تونس عملنا ثوره نحن عملنا ثوره، لكن كي تصب المطر زيكواتي فيذو كيما قلت البارح معناتها واني با لا ما فهمت ما يفو با كومباري خاطر الحريه. خليوا الزيكوات نمشيو نحكيو على الموسيقى. نحكيو على الموسيقى. رجعت لنا باغنيه جديده اسمها بلادي. هي الفكره نتاع اخونا نعمان الشعري نبعثوا له تحيه وان شاء الله ناخذوه ان شاء الله بعد شويه باش يكون معنا نعمان الشعري اللي هو خدم اليوتيوب نتاع بريسك، انت تعرف الفنانين نتاع تونس كل اللي ضاربين يخدم فيها عنده معطيل وتقول انت الراجل. هو معناتها عنده قال لي شبي تونس من اللي صارت الثوره ما عادش نخدموا في الموسيقى ما فهمش موسيقى، دونك قال لي التوانسه توا انتيليجمون الى بونسي قال لي يسون تري ساتوري ما عادش يقبل لحن جديد، خذينا الاغنيه نتاع خالد اللي هي وهران وهران وركبنا عليها كلام تونسي نسمعوا الاغنيه نسمعوا الاغنيه وتو تجيب لنا برشا اسئله وبرشا كلام وانتم تنجموا تعطيوا رايكم في الاغنيه على استوديو ات موزايكا فيم بوانيت. اهلا وسهلا مرحبا بكم. وهران اللحن عرفتوه، الاغنيه ولت بلادي مع احمد الماجري. دونك سيد احمد عجبتك انت رايك يهمني؟ والله من الاول ما نجمش نحكم، انا تعرف من الاول نبدا متخمر في الاغنيه ونتخمر في الاسئله معناتها يجي في مخي برشا اسئله توا وانا نسمع في الاغنيه. اول حاجه علاش نعاودوا لحن نتاع اغنيه جزيريه
مولاها احمد وهبي الاولاد توا يزيدوا ياكدوا لي معناتها خالد وعودتها اسماء المنور اسماء المنور وحتى كي عاودوها كانوا محافظين على روحها حتى كي جدوا جدوا شويه في التوزيع لكن علاش تبدلها الكلمات واللحن هو الطاغي تعرف انه الاغنيه بمجرد انك تضرب ضربات على الطاوله تعرف قبل ما تعديها قلت لك الفكره نتاع اخويا نعمان اللي هو قلت لك عامل ديتوب برشا في تونس وقال لي توا العباد تلمون فما ساتوراسيون كي تقول لي سمايره يا سمايرتنا يا بنت الفلاح يا لالالي ديكي ديكي ما تيجي معاك تعطي لحن جديد فما ايتا نتاع رفض دونك هو قال لي اخترتك انت توا يجاوبهم معنا في التليفون هات استنى خلينا نسالوه نعمان الشعري مرحبا بك على موزايكا فام يعيشك مرحبا بك هادي ومرحبا باحمد ومرحبا بكل مستمعين موزايكا فام انت اللي جبت الفكره انت اللي جبت الفكره ما في العاده معناتها باش نسمع صوتك يغني ديجا هذه حاجه كبيره برشا هكا ذكرني بشكون اذا حميد الشعري بتاع مصر ولا سمير صفير مع عاصي حلاني ولا برشا من الناس اللي موزعين ولا يخدموا في الكلمات يوليو يحبوا هكا شويه يرضوا غرورهم انهم يظهروا اكثر في الصوره والله هو مش ارضاء غرور لا هذا محال هي حب للموسيقى الاكثر الاقل معناتها ممكن احنا نحب نوصل ميساج يمكن نشوف اني انا نحب نوصله مباشره للمتلقي معناتها ما فما حتى حد كما في العاده معناتها ينجم يختزل احساسك وينجم يقدم لا مش مسألة شكون يختزل احساسي ولا يوصل احساسي ما الحاجه اللي انا نحبها اني نوصل نكون معناتها ديريكت مع المتلقي معناتها مع اللي باش اللي باش يسمعني وممكن كسامة أنا ما نعتبرش روحي مطرب مش نبدأ واضحين أنا مطرب خويا أنت مطرب ونص خويا عندك الشهادة أنت ولد العصفور يغني وجناحه يرد عليه أنت ولد حومة المعلم هذاك اللي ما يعرفوش قيمته في البلاد هذيا اللي هو حيس يرقوا له إحساسه وميت مشى لداره وهزوا العود والجاموسي وما أدراك الجاموسي وما أدراك يعني نعمان علاش الاختيار على لحن معناتها عنده نوع من العشق الأعمى عند أحباء الراي معناتها علاش تدخل منطقة يعتبروها الناس محرمة ساعة بكرسية ما تخلص منطقة محرمة والحاجة لأني أغلب السكسيات اللي خدمتها تلحيني أنا كانت في ستيل الراي كما سهرانة الليل وكما الله يقدرني على نسيانك لا لا خليني نعدل السؤال يا خطأ عبارة ما مفهمتش من هنا لسفاقس من هنا لسفاقس العبارات شوية معناتها ضاعت شوف تعرف الفنانين تاع الراي لو كانت تقول لهم سميوا لي ثلاثة ولا أربعة أقوى غنيات مثلا تحبوها الخالد تسميوا لك وهران دونك بالنسبه لهم معناتها فما غنيات يعتبرهم معناتها سكري تقول انت سكري انا جو بو ريبوندر لو فا تعرف علاش خلي صفاقس تجاوب مع انا انا اقرب لك انت من صفاقس نجم نجاوب في بقعه نعمان خاطر انا قلت له نعمان علاش اخترتني انا قال لي انت عندك ما نعرفش هو حكايه يشوف فيها اون طونك موزع اما حبيت نقول انا هادي انا نقبل التجربه ذي على خاطرها فيها عمل وطني اونجاجي كان جات واحد خذاه وردها غنية على بنية ولا طيح قدر الجملة الموسيقية جاكسبت با مين حس أنا انجاجي ونحن تو في حاجة باش نغني على تونس باش نفوتوا بني وطني باش نفوتوا خاطر قعدنا في عام 6 هذه تنجم تفوت بني وطني بلادي لا ما قلتش هكا مش قلت انت قلت احنا باش نجموا نفوتوا بني وطني لا نفوتوا يعني خاطر نحن قعدنا غادي ما عندناش خاطر توا نسالوا في ما الناس الكل تغني الناس الكل تغني في الوطنيات لكن وقت الصح وقت الجد نرجعوا لبني وطني بني وطني هذيك تغنيت عام 63 وقت اللي فرنسا نحن عركتنا معش مع فرنسا توا تورني لاباج معناتها نحن عركتنا في بعضنا في الشعامبي في اللي ركب لحيه في فوفوار لافيون روز بني وطني تقعد 12 دقيقه هذه تقعد 3 دقائق وشوي احمد راك انت ديما تجيب حذانا نعمان الشعري فيل كيف نعمان نعرفك راك تتهز في بلاستك من كلام سيد احمد لا هو الاختيار فهمت حاجه اول حاجه الفكره عندي توسع في لونتون من بعد الثوره يمكن بعام حبيت نعمل الفكره هذه وتقول علاش انت اخترت لحن معروف وانا اعتبره سماش دي ليني روش في الموسيقى معناتها برشا اغاني تعودت الحان معروفه لكن تعودت بكلام اخر وتعودت باسلوب اخر لكن ما نتذكرش اغنيه تعودت بكلام اخر ونجحت اكثر من الاغنيه الاصليه لا مش مثلا اذا كنت تسمي لي اغنيه واحده من تاريخ الموسيقى العالميه الكل نتسميه نجم ونحلم سترينج اون ذا نايت لا 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 مش ما تدخلوش الزون تاع نجاح معناتها الكوميرسياليزاسيون تاع الاغنيه لا انا حبيت اول حاجه هو مساج وطني معناتها والاغنيه هي اصلا تتكلم على وهران اللي غناها شاب خالد
تكلمت على وهران وعلى ظروف معينة موجودة في البلاد هذيك. أنا حاولت أني نوصل الميساج هذا في لحن معروف وقريب للتوانسة الكل. وفي شجن كبير بصراحة معناتها يعجبني كلحن، معناتها عندي حب خاص لي هو. ولقيت أنه معناتها حكيت مع شاعر لازم نعطيه حقه شاعر وائل بكاري، لقيته قريب لي زاد في الفكرة اللي حبيت أنا نوصلها للعباد. ودونك ما نشوفش عليه انا اني معناتها ما عملتش غلطه اني خديت لحن معناتها علاش اخترت سيد احمد يا العمان؟ علاش ما اخترت هادي زعيم يغني معاك مثلا؟ لا 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 هادي عادش فيه شرط. لا 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 خذ خذ السؤال، علاش اخترت احمد الماجري اللي هو زاد كيف كيف ملحن واللي هو كيف كيف معناتها عنده رؤيه في الفن قد تكون زاد معك انت معناتها قد ما تعاونتوش برشا مع بعضكم قبل معناتها مش من الناس اللي خدمت معاهم برشا. والله تعرف شنو اللي خلاني اخترت احمد؟ هو بصراحه مش في وجهه بحذاك ولا حاجه، انه عنده انا كي نشوف احمد كيغني غني بصدق بصراحه، معناتها صدق تقول الفنانين الكل حتى كيغنيوا غناء معناتها الموضوع مش عايشينه، ثم نوع من التمثيل اللي وصل التمثيل في الصوت اللي وصل المساج للعباد. واحمد من النوع اللي بصراحه يوصل الاحساس معناتها للعباد كل صوره، معناتها صادق ولا مش صادق فكرت نفسه ذاك موضوع اخر، لكن حسيت بطريقه الغناء نتاعه فيها صدق كبير معناتها بطبيعه زاد صوته تبارك الله معناتها ربي يخليك. وخاصه في الاسبري هذايا معناتها في ستيل في ستيل الراي، وانا اكتشفت في حاجه احمد وقلت له عندي برشا احمد يمكن يتبع في سيكون معينه، قلت له لا يا احمد نحاول انت عندك معناتها لوك في صوتك حلو وتجم معناتها تجم فريمون تجي تعمل كوميرسياليزاسيون لموزيكتك بفاسون تريز انتيليجونت وفاسون اللي مش على حد تونس برك تنجم توصل بها للمغرب العربي وعلى واضح. حتى واضح. شكرا شكرا ليك الموزع وخلي نقول فنان على توا نعمان الشعري. انا باش نحب هذه هو يسمع فينا توا فما اغنيه حلوه انا باش وزعتها لكن التوزيع ما عجبنيش، وهي هديه مني انا لأعوان الأمن وللجيش وللبوليسية بيه. والحرس نتاع تونس الكل بيه. في دقيقة من نجم ومثالش نقول هاي تقول مثالش عسلامة بونسوار مسيو لفلي شعبك باهي وسامباتيك هي وعسلامة بونسوار مسيو لفلي بلادك حرة وفرحانة بيك باي باي ماتراك باي لا كريموجين اللي غلطتي خلص وعلاش يتهان او خلينا نعيش خيان تخاف عليا نخاف عليك الفليك بالعربي هو البوليس عيني ما تضرك خمسة وخميس الشعب يحبك فاهم وتقيس هو تونس جنة بين يديك انتي خويا وانا خوك والحكام لا يغروك انتي تونس يرحم بوك وراهو الكل بوليتيك او بعد ثورة طقس جميل ونعرف ياما سهرت الليل او مازال المشوار طويل او ميرس بي مسيو لفلي وعسلامة بونسوار مسيو لفلي تونس حرة وفرحانة بيك عسلامة بونسوار مسيو لفلي شعبك باهي وسامباتي. يعطيك الصحة تحية لرجال الأمن من عند أحمد الماجري. أما أغنية تظهر هكا فيها هي تفرع هكا شو نسميوها من شو تدخل أنت أي عادة أبي هذاك هو وأنا بزوان دو ساعة صدقني هذيك نبدا نسوق يوقفني بوليس يقول لك الغنية بربي غني لي نكونش ما أنت عاون أمني هبطك من الكهرباء باش تغني أي خاطر هو يلبس سامحني هو حسيتها كأنها كأنك تعمل في حاجة فيرسيون بين ديرمان بين ديرمان يا أخي وقتاش تولد هكا شو بين ديرمان تونا بن ديرمان هو ينقل على الشيء اللي نعمل فيه هنا تو هكا هيدي تو بن ديرمان ينقل على الوزير تو انا نقل على الجامودي هو ما يعرفش مازال صغير طفل تو بابا ما عرفش في الفن ما فماش حاجه لا هو في الفن ما فماش حاجه اسمها وقت اللي نغني هو مازال على بلبيس ماهيش مشكله مش هو يعمل كيفي جاستن بيبر عمره 16 سنه اليوم يبيع اكثر من يا اخويا انا بعت له تحيه بن ديرمان نقول له اسمع وقتاش نعمل ديوتو انا وياك اسمع وانا بزوان تو من العركه ماهيش القديمه ماهيش بن ديرمان عندي سؤال اخر جاني على الطاير مثال امينه فاخت وين وصلوا الاغنيه اللي لحنتهم لها خويا ماذا بيك تسالها هي انا بوسي بوندون دو زون ما في بالك
ومنهم غناية حلوة حلوة برشا توي زي ما تخرج باش تلم الشمل خطر تونس يلزمها من الجراح اتسيتيرا. كل شيء مسبوب في استوديو الأصوات اتسيتيرا. تتصل بها قاعدة تتحفز فيها؟ لا توي العلاقات الدبلوماسية رشنية جوسي باترو فهمت معتها انت في بالك كنت كل يوم تطلب فينا وتقول الغناية هكا وهكا ما انك توصل مرحلة انك الغناية تصبها في استوديو واحد مشروب بصوته ما تسيق ما توا تونس محتاجه الفنان نتاعها. ريت علاش نحكي الغنيه مازالت موجوده الامينه فاخت ولا باش بيسير هي احساسها مين انا ما نتقاش باش تعطيها لحد اخر ولا تكلموني والله اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه لكن انا خاطر امينه كي تغني حتى كي تعاود غنيه نرشنيها عندها سر المراه ذيك ودونك انا نبعث لها تحيه ترافير ليميسيون هذيا نقولها يا امينه البلاد محتاجت لك والشعب محتاج لك وهذا هو علاش نحكي هكا خاطر نحس لي زارتيست توا لامان دون لامان واضح الى الامام الى الامام. شكرا احمد المجري في 11 الف مبروك الاغنيه الجديده بلادي تسمعوا على موزايكا فام.